مساء الخير، انا اسمي كريم الشيشيني، بقالي حوالي 13 سنه بشتغل في مجال الاي تي والتكنولوجي، وحاليا سينيور اوبريشنز مانجر في شركه اكسبليو تكنولوجيز. شركه اكسبليو شركه الماني فرنساوي متخصصه في مجال الانجينيرنج سيرفيسز والاي تي سيرفيسز والمانجمنت كونسلتنج. هنا في مصر بشكل كبير جدا بنعتمد على الاوفشورينج موديل. الأوفشورينج موديل الصراحة موديل ممتاز جدا، لأن هو يعتبر نوع من أنواع التصدير. إحنا بنصدر، بدل ما بنصدر منتج معين بنصدر سيرفيس معين أو خدمة، وفي المقابل بيخش لنا عائد بالعملة الصعبة. مميزات تانية للأوفشورينج موديل إن الناس اللي بتشتغل فيه بيكون عندها فرص عمل متعددة وكويسة، بيكون عندهم إكسبوجر ممتاز على المشاريع اللي موجودة برا، وطبعا بيبقى في سالاريز تعتبر ان هي اتراكتف. مصر من الدول اللي عندها مقومات ان هي تكون اوفشور ديستنيشن ممتازه. ليه؟ لان اولا عندنا عدد خريجين كبير جدا كل سنه من الجامعات والمعاهد المختلفه، عندنا ناس بتتكلم لغات كتير، يعني في كتير بيتكلموا انجليزي وفرنساوي والماني، ولو بنتكلم على اوروبا مثلا فما فيش تقريبا فرق توقيت مقارنه بالهنود، الهند بيشتغل مع اوروبا، وبرضو البعد الجغرافي ما هوش كبير، يعني 3 4 ساعات والواحد ممكن يبقى وصل من اوروبا لمصر او العكس. عشان الواحد يبقى ناجح في البيزنس بتاع الاوفشورينج مهم قوي ان هو يكون بيقدم جوده ممتازه، اقل من كده مش هيكون ليه اي فرصه. وعشان كده بنشجع اي حد يشتغل في المجال ده ان هو يطور من السكيلز بتاعته بشكل كبير. احنا كشركه في الوقت الحالي مثلا السكيلز المطلوبه بتكون تكنيكال سكيلز زي سوفت وير بروجرامنج بجميع انواع اللغات المختلفه، سواء بقى جافا، دوت نت، بايثون والخ الخ الخ، داتابيزز طبعا اس كيو ال وغيره. بنحتاج ناس عندها تكنيكال تاست اوتوميشن اكسبيرينس، تكنولوجيز جديده زي ار بي اي وديتا ساينس اناليسز برضو من الحاجات المطلوبه في الوقت الحالي. الى جانب في مجال الاوتوموتيف انجينيرنج بيبقى الاحتياج حاليا على حاجات زي اوتوزار مثلا كلاسيك او ادابتيف. الى جانب التكنيكال سكيلز برضو حاليا بقى في احتياج كبير للبيزنس سكيلز، يعني مش زي من سنين فاتت كتيره كان كفايه ان الواحد يبقى متخصص في حاجه تكنيكال، لا دلوقتي بقى مطلوب ان دايما يبقى في جنبها حاجه تانية. بيزنس سكيلز زي ايه؟ زي مثلا الواحد يبقى عنده بانكينج سكيلز او انشورنس سكيلز او اوتوموتيف سكيلز. ده طبعا الى جانب بقى السوفت سكيلز زي البرزنتيشن سكيلز، مهم قوي دلوقتي ان الواحد يعرف يبقى واجهه مشرفة، مهم قوي ان الواحد يبقى عنده communication skills، يعرف ان هو يوصل المعلومة ويتفهم بشكل مظبوط. وطبعا leadership skills مع الوقت، leadership او الادارة ده فن عامة، فمهم ان الناس تكتسب ده علشان ده في الاخر بيبقى ليه impact كبير قوي على التيمز المختلفة. النصايح اللي ممكن اقدمها للناس، طبعا اول حاجه الكونتينيوس ليرنينج مهم قوي في الزمن اللي احنا فيه، الدنيا بتتغير بشكل سريع قوي، فمهم قوي ان الواحد يبقى طول الوقت بيتعلم حاجه جديده، طول الوقت بيطور من نفسه. ما ينفعش سنه تعدي من غير ما الواحد يبقى فعلا طور نفسه وضاف للسي في بتاعه بشكل كبير. نصيحة تانية خاصة في مجال التكنولوجيا ان الواحد يشوف دايما ايه الحاجات الجديده ويحاول ان هو يتعلمها بسرعه، لان دايما الرواد او الناس اللي بتسبق في المجال ده هي اللي بتطلع كسبانه في الاخر. مهم دايما ان الواحد يبقى يشتغل على نفسه ويبقى جاهز لاي فرصه. اما في فرصه بتيجي عاده الفرصه هي اللي بتلاقي الناس الجاهزه، مش العكس، مش ان الواحد بيعرف ده في بيقولوا في حاجه جديده ويبدا ان هو يتعلم او يطور من نفسه. المهم الواحد دايما يكون جاهز. نصيحه ثانيه ان الواحد على قد ما يقدر يتعلم او يستغل الحاجات اللي موجوده اونلاين، بتوفر وقت كبير بدل ما الواحد ينزل ويبقى في زحمه
اونلاين انستنتلي الواحد بيبدا ان هو يتعلم. اعتقد ان هو ارخص بشكل كبير وفي نفس الوقت كل حاجه النهارده متاحه اونلاين. يعني بيتهيألي احنا كناس عاديه لينا اكسس لانفورميشن اونلاين اكتر من يمكن رئيس امريكا وقت حرب فيتنام في الستينات، فلازم طبعا ان احنا نستغل حاجه زي كده. اخر حاجه طبعا الكواليتي، مهم قوي ان اي حد فينا شغال يبقى دايما الشغل اللي هو بيقدمه بأعلى جوده ممكن، لان هي دي في الاخر السمعه وهي دي في الاخر اللي بتخلي الواحد يكسب فرص اكتر. فالكواليتي مهم ان هي تبقى زي البصمه او البراند بتاع كل حد فينا. بما ان احنا اتكلمنا على الاونلاين، فاحب جدا اشيد بالمجهودات اللي حصلت من وزاره الاتصالات في السنين اللي فاتت. هم النهارده عاملين سبونسرنج وبيقدموا كميه ليرنينج تراكس مختلفه للشباب المصريين ببلاش، كلها ليرنينج تراكس من مؤسسات مشهوره جدا من بره، والليرنينج تراكس المناهج مناهج متطوره وعصريه جدا. فدي من الحاجات اللي انا فعلا بنصح الناس ان هي تبص عليها، لانها تساعد الناس تغير او تنمي الكارير بتاعها بشكل كبير. يمكن اخر انيشيتيف موجوده اسمها ايجيبت فورورد، ودي بالاتفاق بين وزاره الاتصالات ويوداسيتي، وانا لما بصيت عليها لقيت فعلا ان المناهج حديثه جدا وعصريه جدا. بتمنى لكم كل التوفيق، وباذن الله تكون سنه سعيده عليكم ان شاء الله.